السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عاشكم بروكه. ان شاء الله اليوم غنشارك معكم جوج الانواع من التحليات اللي كيجيو راقيين للضيوف ديالكم في الشهر الكريم، ممكن تعرضوا عليهم في رمضان. بقاو معايا باش نكتشفوا جميع المقادير وطريقه التحضير. كتحليه اولى غنحتاج هنايا جوج معالق من بودره كريم باتيسري اللي كتعطي واحد النكهه رائعه للتحليه ديالنا، جوج معالق كبارين، جوج معالق حتى ثلاثه من السكر حسب الرغبه ديالكم، وغنحتاج واحد معلقه واحده فقط من كريمه اللوتس. وكقاعده الكاسات غنحتاجنا بسكوت اللوتس، وغنعمل شويه فاني مع الكريمه ونصف لتر من الحليب. هنا عندي 10 حبات من بسكوت اللوتس، غنحاول انني نطحنهم شويه غير نهرمشهم، وغنضيف واحد الاضافه الاختياريه شويه البندق محمر باش كيعطي لنا واحد النكهه رائعه، ولا اللوز اللي عندكم متوفر ما كتجيناش غير ديك الطيبه الكيكس اولا البسكوت بوحديته. كنحاول انني نطحن شويه ونخليهم مهرمشين، هذا هو القوام اللي خصني نحصل عليه. هنا انا ما كنستعمل لا زبده لا والو، لان ديجا الكريمه اللي غنستعمل هي اللي كتبل لنا ولا كتفزكنا داك الكيكس من تحت. بالنسبه للطريق كتسقسوا لي هاد الكاسات، انا كنشريهم واحد المحل كيعيطوا له تيدي، فيهم 8 ب 3 اورو، ولكن ملي كتمشيو لاكيست كيزيدوا لكم واحد 50 سنتيم، يعني قول 8 ب 3 اورو 50. كقاعده كنعمل معلقه كبيره عامره من داك الخليط البسكوت والبندق اولا البسكويت، لان بزاف ناس كيجيني التعليق علاش كتقول بسكوت قول بسكويت، حنا كنقولوا كيكس. المهم كتجي كقاعده هايده. من بعد كنضيف هنايا الحليب في الكاسرونه، كلشي على البارد. كنضيف ديك بودره كريم باتيسري، ممكن تعاودوها بالنشا اذا ما عندكمش، وكنضيف السكر. غنخلط الكل مزيان بهذه الطريقه هذه. من بعد كنضيف عليهم شويه فاني اللي كتعطي لنا واحد المذاق رائع، وكنزيد عليهم معلقه من كريمه اللوتس. هنا في هذه الاثناء ما صورتش ديك كريمه اللوتس بحق راه هي كتبان، كان التليفون صافي عمر ما بقاش كيعطيني نصور، حتى بديت كنمسح منه شويه الفيديوهات. كنحاول انني نخلط الكل مزيان فوق النار متوسطه، وكنحرك ونحرك حتى كن نحصل على واحد الخليط هكذا كما تلاحظوا معايا عاقد ومتجانس، ها هو الشكل ديالو. يعني كطبقه الاولى كنعمل داك الخليط، وغنخليه هنا جانبا، وغنضيف عليه الطبقه الثانيه من البسكوت. هاد التحليه اقتصاديه، كنت سبق لي شاركت معكم اخرى ولكن فيها بزاف الحاجات، فيها اللوز، فيها الكوكو محمر، فيها الكريمات الخافق، هذه حاولت انني نبسطها ونعطيها لكم بطريقه سهله واقتصاديه. صافي دابا غنخلي التحليه ديالي على جنب، خليها حتى كتبرد وندخلها للثلاجه تقريبا واحد 3 4 ساعات، عاد غنقوم بالتزيين ديالها. هنا خرجت لي تقريبا 8 د الكاسات، غير انا عملت 5 واخرين خليتهم باش نعمل بهم التحليه الثانيه. عندي هنايا 10 الحبات من بسكوت اوريو اولا كيكس اوريو، غنطحنو بالكريمه ديالو كقاعده هما للتحليه الثانيه، وهاد 3 الحبات غنخليهم للتزيين. غنحاول انني نطحن حتى هما بنفس الطريقه اللي طحنت بها كيكس اللوتس. كنتمنى اذا كيعجبكم بحال انواع التحليات، ماشي غير مثلا دابا في شهر رمضان في السحور ولا تحتاجوا بزاف للمناسبات، اعياد الميلاد، العراسات، رجعوا مطلوبين بزاف هاد لي فيغلين صغارين. صافي هنا من بعد ما طحنت بسكوت هنايا ديالي، هنا ممكن تزيدوا واحد الاضافه ديال الزبده مذوبه. انا الصراحه ما كيعجبنيش الطيبه ديال الزبده في كيكس، لان صافي هو اصلا فيه الكريمه ديالو وغيتجمع معنا بسهوله. هنا خليت تقريبا واحد 3 المعالق باش نعملوهم مع الكريمه، وهادو غنعملوهم كقاعده. هانتوما كتلاحظوا من بعد ما عمرت هنايا الكيسان ديالي، عملت حتى هما معلقه في كل كويس، وشبرت هاد بحال يد المهرز، وبقيت كنضغط عليهم باش كنبسط ديك القاعده ديال البسكوت، وكتبسط بسهوله. علاش؟ لان الكريمه كتكون كتماسك معها. عندي فينا نصف لتر من الحليب، غنزيد عليهم ملعقه من النشا اي مايزينا، ومعلقه جوج معالق من السكر، وغنزيد عليهم معلقه من الدقيق وشويه فاني، وغنعمل كل فوق النار، وغنضيف عليهم واحد معلقه كبيره عامره من جبن كريمي اما جبلي اولا جبن فيلادلفيا اللي عندكم متوفر.
ونعمل الكل فوق النار وعم كنحرك لنار متوسطة حتى كيدوب لي ديك الجبن، وكندمج العناصر كاملة مع بعضيتها بهذه الطريقة. هذه هاد التحلية كتجي رائعة، سهلة واقتصادية وفي المتناول، وكنتمنى حتى هي تجربوها. اخترت انني نعمل لكم التحليات هكذا بالحليب، لان كاين بعض التحليات كيكون فيهم كريمه كيكون الثمن ديالهم شويه طالع، ومؤخرا كيقول اكرام رجعوا عندك الريسيطات مكلفين فيهم تكلفه، وبالعكس كنحاول انني نعطي اقل حاجه ونعطي الحاجه اللي يقدر عليها كل شيء صراحه. الله صافي كنبقى نحرك مزيان. تقريبا هنايا صافي الخليط ديالي عقد، عندي فعليه واحد 80 غرام من شوكولات ابيض الشوكولاته البيضاء، وغنطفي البوطه وعم كنحرك مزيان حتى كيدوب لي داك الشوكولات، وكنضيف واحد معلقه زبده صغيره غير مملوءه طبعا. صافي طفيت هنا النار وغنبقى نخلط مزيان حتى كيدوبنا داك الشوكولات، وهالكريمه ديالي واجده كتجي رائعه كريميه بمذاق الجبن والشوكولاته. دابا غنحاول انني نملا داك الكيسان، ولكن غير نصف الكاس ما كنعمروش كامل، لان من بعد عاد تشوفوا الخليط غنقسمو الى نصفين، ما بغيتش يقسم في الاول باش ما نبقاش نوسخ واحد بلعه القشاشه. عملت هنايا 8 الكيسان وضفت الخليط الباقي، ضفت له ديك 3 معالق كيكست اوريو بهالطريقه هذه، اذا لاحظتوا معايا باش كيجونا طبقات، طبقه بيضاء وطبقه فيها داك الكيكس اوريو، كتعطي واحد الجماليه رائعه جدا. حاول انني بهذا الشكل هذا نكب غير بشويه باش نخلي الطبقه كتبان مع على طبقه اخرى. انا نحاول نوري لكم مزيان بهذا الشكل هذا، يعني كتجينا ثلاثه طبقات، طبقه اوريو، طبقه الكريمه البيضاء، وطبقه كريمه اللي مخلطه باوريو، عاد عملوا غاناش شوكولا من فوق. وكنحاول انني كما قلت لكم ملي نكون كنكب بشويه بهذه الطريقه هيدا شويه بشويه، خليوها واحد جوج دقائق تتماسك ديك الطبقه الاولى باش ما كتخلط لكم شي. وغنخلي كل شيء برد درجه حراره المطبخ، من بعد غندخلهم الثلاجه حتى هما يبردوا واحد 4 ساعات، عاد عنكم التزيين ديالهم ان شاء الله. بالنسبه للتزيين ديال تحليه اوريو، انا عملنا يا غانا الشوكولا اللي ديجا كان عندي في الثلاجه عليها ما صورتوش معكم، 100 غرام من الشوكولات اما بالحليب او الشوكولات اسود، زائد 100 ملل من كريمه الخفق السائله. كنسخنوا الكريمه وكنضيفوها على الشوكولات، وكنضيفوا له نص معلقه صغيره ديال الزبده، وكنبقاو نخلطوا حتى كنحصلوا على غانا الشوكولا، وكنعملوا من الفوق وكنعمل واحد الحبه اوريو. وهنا بالنسبه لتحليه اللوتس، طربت هنا كريم شونتي بوحديتها، ما فيها لا جبن لا والو، غير كريمه شونتي بوحديتها، وغنعمل هنايا شويه كريمه د اللوتس اولا زبده اللوتس ذوبتها باش نشكل واحد الخطوط رقيقه جدا غير بهذه الطريقه هذه، باش كتعطينا واحد المنظر رائع صراحه. جات كتحمق التحليه لذيذه، جربوها البنات وما عاد ندموا شي على ضمانتي. وغنزوق هنايا بهذا الشكل هذا بواحد القطعه من بسكويت اللوتس، وهذه هي النتيجه الاخيره. تحليه اوريو كتجي غزاله، ودلوطو جوج تحليات في ان واحد. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم وتردوا عليا الخبر. هذا هو الشكل النهائي، كيجيو راقيين في الحطه وفي المذاق، لذادين ومزيونين واقتصاديين، تقدروا تجددوهم من جميع الافراح ديالكم والمناسبات، لما لا. وقبل ما نختم الفيديو ضروري ما قسم نذوقوا معكم باش تعرفوا القوام ديالهم، كيجي كريمي ما شاء الله، كيجي لذيذ بزاف هانتوما كتلاحظوا، وكيجي يعني كيسان عامرين تبارك الله مشبعين. كذلك ومثال بالنسبه لتحليه اوريو، حتى هي كتجي غزاله، كيجيو طبقات، يعني طبقه من مشات الهضره طبقة من كيكس اوريو البسكويت، وطبقة من كريمة البيضاء، وطبقة اخرى اللي كتكون خليط بيناتهم، كتجي يا سلام. كنتمنى ان شاء الله حتى تجربوها وتردوا عليا الخبر. شكرا على حسن المتابعة، احبكم في الله دائما، تهلاو لي فراسكم، الى وصفة قادمة، مع السلامة.